كلمتكم قبل الفاصل عما حدث في البرلمان النهاردة في جلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الأول، وقلت لكم هقول لكم على 2 من الكواليس والقضايا المثيرة للجدل. حكيت لكم عن واحدة وهي موضوع جري النواب وراء الوزراء للتوقيعات واتكلمنا فيها خلاص. القصة الثانية اللي حصلت النهاردة في المجلس قصة متعلقة بقرض. كان المجلس النهاردة بسرعة بيناقش قرض مقدمة المملكة العربية السعودية مشكورة إلى مصر قيمته 120 مليون دولار، يعني أكثر من مليار جنيه مصري، لصالح مستشفى القصر العيني من أجل تطويره وتحديثه وكذا. وأنتم عارفين المملكة العربية السعودية مهتمة منذ زمن بالقصر العيني وهذه المنشأة الصحية الكبيرة والقلعة الصحية الكبيرة وتطويرها وتحديثها. فالنواب كانوا بيناقشوا وبيكلموا ووافقوا على القرض، كويس؟ وافقوا على القرض وشاكرين السعودية. اللي فجر بقى الجدل والخناقة جوه المجلس النائب المحترم هيثم الحريري لما وقف وقال نعم نحن نوافق على القرض ونشكر المملكة العربية السعودية على هذا القرض، ولكن جزيرتي تيران وصنافير مصرية. قال كده بس، هو قال كده من هنا والنواب ولعوا من هنا، اللي مؤيد واللي معارض واللي ابتدى يرد، ودخل في القصة النائب خالد يوسف بكلام، ودخل النائب محمد أبو حامد بكلام، وبعض النواب تانيين طلعوا زعقوا، وبعض النواب قالوا لا ما يصحش، لا يمين لا شمال كذا، إلى أن تدخل الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بعد الهوجة دي وبعد ثورة بعض النواب وتراشقهم بالكلام. تدخل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بالمايك بتاعه وقال إنه هذا الكلام لا يصح، وانه انا بأطالب بحذف هذه الجملة اللي قالها النائب هيثم الحريري من المضبطة لانها في غير السياق. يعني ايه في غير السياق؟ يعني احنا دلوقتي ما بنناقشش الموضوع بتاع تبعية الجزيرتين بتوع تيران وصنافير لمصر ولا للسعودية. بالمناسبة انتوا عارفين الموضوع مطروح لسه على النقاش والدراسة في البرلمان، ودي من الموضوعات المؤجلة لدور الانعقاد التاني اللي هيبدأ في اكتوبر. فالنهاردة احنا بنناقش قرض هتوافقوا عليه ولا لا؟ فشاف ان كلمة هيثم الحريري النائب هيثم الحريري ليست في السياق وليس في الموضوع اللي له علاقة بالمناقشة، وانه قد تدخل في اطار تحديد البرلمان لموقفه قبل الدراسة والمناقشة، فطلب بحذفها من المضبطة، وساعتها هدي النواب ورجعت الدنيا هادية. طيب احنا معنا مين على التليفون؟ النائب محمد بدراوي عضو لجنة الصناعة. مساء الخير يا سيادة النائب. مساء النور يا استاذ سامر. ازاي معاليك يا فندم؟ اهلا بيك وكل مشاهديك. اهلا وسهلا. اولا كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه انتهاء الدور الاول، ونشكركم على ما فعلتوه، وان شاء الله النواقص تكملوها في باقي الادوار البرلمانيه. حضرتك قول لي النهارده يعني رضاك عن هذا الدور الانعقادي وابرز ما تم النهارده في الجلسه. حضرتك طيب وكل المشاهدين، وان شاء الله كمان عيد اضحى سعيد على كل الناس في مصر. يا رب ان شاء الله. هو الحمد لله. هو يعني طبعا النهارده دور الانعقاد اتختم النهارده، وما زالت الجلسه يكون في الختاميات النهائيه كمان. واحنا كنت سامع حد بتعلق على الموقف البسيط اللي حصل في دقائق معدوده كده ما بين هيثم وبين احد ما خدش اكتر من دقائق معدوده، دقيقتين ثلاثه يعني. تمام. وهو الموقف كان بسيط، وهيثم كان بيتكلم بس على فكره اما جه خد الكلمه فقال انا صوت الحق، فهي الحته دي يمكن بعض النواب علقوا عليه وقالوا احنا كلنا صوت الناس وصوت الشعب وكده. مظبوط. وبرضه ما خدش اكتر من دقيقتين. ما هي الفكره يعني. ان بعض النواب اللي ثاروا غضبوا شافوا او فهموها انها نوع من المزايده، فقالوا لا كلنا صوت الحق وكلنا بندور على المصلحه. لكن الناس كلها بعد كده يعني الحقيقه تعلفت واتكلمت بود. تمام. ما انا قلت بعد ما حسم الدكتور علي عبد العال القصه الدنيا هديت والنواب رجعوا الى سابق عهدهم يعني. فعلا فعلا فعلا. بالنسبه لدور الانعقاد طبعا، هو دور الانعقاد انتهى النهارده، هو امتد طبعا كان بينتهي قبل كده لغايه 30/6 كده، امتد الشهرين اللي فاتوا دول. احنا انجزنا ما استطعناه في دور الانعقاد، لكن طبعا هناك لسه الكثير من القوانين والتشريعات، على راسها قانون الاداره المحليه، وهناك ايضا قانون الاستثمار وتعديلات بعض القوانين الاخرى، القوانين الاقتصاديه. عندنا الحقيقه مزيد من القوانين ما لحقناش ننجزها في خلال دور الانعقاد ده نتيجه الضغط الشديد، لان احنا بدانا ب 342 قرار بالقانون اللي كانوا موجودين قبل كده، ثم اللائحه الداخليه، ثم الموازنه العامه للدوله، فاشتغلنا من 1 لغايه 6 تقريبا يعني غصب عننا في قوانين كانت متعلقه بالماضي، فعلى بدانا نشتغل في القوانين المستحقه الان ما لحقناش نخلص. نكمل اهم القوانين اللي انجزناها الحقيقه، كانت تنظيم وبناء الكنائس، وده دور وده قانون مهم جدا للسلام الاجتماعي، قانون بقاله اكثر 160 سنه ما تمش اقراره، دي كانت نقطه مهمه جدا جدا.
ايضا القانون المهم اللي تم في الناحيه الاقتصاديه كان القانون القيمه المضافه، ايضا الانتهاء من قانون الخدمه المدنيه بعد رفضه في يناير كان ضمن النقاط المهمه. ادوات الرقابه اللي استخدمناها في الفتره الاخيره كانت متنوعه ما بين طلبات الاحاطه وما بين البيانات العاجله، كان في استجوابات لكن ما تمش مناقشه الاستجوابات نتيجه استقاله وزير التموين. ايضا لجنه تقصي الحقائق استخدمنا هذه الاليه من اليات المراقبه. فالمجلس يعتبر كان النهارده الدكتور علي يعني استعاد او استرجع النشاط اللي تم في الشهور بالكامل اللي فاتت. ايضا هناك بعض اللقاءات مع رؤساء الدول، الرئيس الصيني زار البرلمان، ايضا الملك السعودي، ملك السعوديه، الرئيس المقدوني، كذا كذا رئيس زار الوفود البرلمانيه اللي تمت من مصر للخارج. يعني النشاط الحقيقه كان مناسب ومعقول، لكن هل الظرف الاقتصادي الحالي يفرض نفسه علينا؟ طبعا يفرض نفسه علينا وعلى الحكومه. مزبوط. هل نطلب من الحكومه الحقيقه مزيد من الاهتمام بالوضع الاقتصادي الداخلي؟ طبعا ده طلبناه منها النهارده في الكلمات معظم الوقت. طيب انا عايز استثمر فرصه وجود حضرتك معايا يا دكتور، ووجود حضرتك كمان في لجنه الصناعه، حضرتك وكيل لجنه الصناعه مظبوط؟ ايوه فندم. فانا عايز استثمر ده، وان شاء الله يبقى ده يعني هم كبير لديكم في لجنه الصناعه في دور الانعقاد الثاني. قطاع الصناعه انا في رايي كمان ان انتم محتاجين يعني تشدوا عليه شده محترمه، مش لجنه تقصي حقائق، لا، والحقائق الحقيقه فيها معروفه، الصناعه في حالة صعبة ومتدهورة، آلاف المصانع المغلقة منذ ثورة يناير وحتى الآن، مصانع قطاع الأعمال العام والمملوكة للدولة سواء في الغزل والنسيج أو في الحديد والصلب اللي بتعاني من خسائر ومهددة بالقفل، يعني عندنا مشكلة صناعية كبيرة، وأرى أن المجلس لم يعر مجال الصناعة أو قطاع الصناعة اهتمام بالشكل الكافي. والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بالنسبه لمجال الصناعه حضرتك بتتكلم مظبوط 100%، لكن احنا التقينا مع السيد وزير قطاع الاعمال 3 مرات ومع وزير الصناعه اكثر من 4 مرات. الخطط في قطاع الصناعه مجهزه، المصانع المتوقفه والمتعسره هناك صندوق مجهز فعلا بالفعل من 4 جهات عشان يقدر يساعد المصانع المتوقفه والمتعسره. الصندوق ده فقط محتاج قرار من رئيس الوزراء لمركز تحديث الصناعه. 4 جهات هتمنع هذا الصندوق تمويل، مركز تحديث الصناعه، شركه ايادي، صندوق تحيا مصر، بنك الاستثمار القومي. هذا الصندوق سيبدا المفروض في خلال الاسابيع القادمه، ده عشان موضوع المصانع المتوقفه المتعثره. شركات قطاع الاعمال كان عندنا الملف المهم جدا بتاع الغزل والنسيج، والنهارده كان الشيخ قبضه معانا في مكتب الخبره الكبير اللي هو وارنر اللي جاي. هيبدا خلاص يدي التقرير بتاعه الشهر القادم ده، ده فيما يتعلق بقطاع الاعمال. لكن الحقيقه وضع الصناعه في مصر صعب جدا. صحيح. التمويل في مصر طبعا نتيجه ندره الدولار فمأثر جدا على الخانات. لا، المنظومه كمان يا دكتور محتاجه اعاده نظر في مساله الاستيراد والتصدير ومساله حمايه المصنوعات المحليه امام الاغراق الاجنبي. يعني في حتى مجموعه من السياسات محتاجه مراجعه واعاده نظر، لانه كتير من المصنعين بيقول لك الحكومه مش حميانه، احنا عايزين منافسه وعايزين اقتصاد حر وكذا، بس كمان ما يبقاش في نوع من انواع الظلم والتحيز للموردين على حساب المصنعين. من اهم النقاط الهامه جدا في صناعه الغزل والنسيج هي كانت تهريب الاقمشه. صحيح. الدرو باك والقصه اللي كانت بتحصل فيها دي، عشان كده دي كانت من ضمن الحاجات اللي كانت بتضرب هذا هذا الاقتصاد وهذه الصناعه في المفصل. حضرتك بتتكلم كلام مظبوط جدا على ان تغيير السياسات امر اهم كثيرا من الاجراءات. عشان كده كان كل وزير الصناعه وزير قطاع الاعمال متوقف، يا جماعه قوانين الاستثمار عايزين ننجزها، ايضا القانون الاخر المتعلق بالافلاس عايزين ننجزه. 4 قوانين اقتصاديه هامه، والنهارده الدكتور علي مسلحي تحدث عن تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومه لم يتم تقديمه حتى الان. فنرجو من الحكومه اسرع الخطى معانا عشان نقدر نجري تاني. تمام. ونقوم الصناعه. ده رجاء من الحكومه، ورجائي منكم ان انتم كمان تشدوا اكتر على الحكومه، لانه انت عارف يوم الحكومه بسنه يا دكتور. يدا بيد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. تحياتي لشخصك الكريم دكتور محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب.